مساء الخير. اليوم راح نعمل وصفة مرة لذيذة وسهلة. راح نعمل الدجاج اليوناني، وبطل وصفتنا لليوم منتجات نخبة الجوف. طبعا المنتجات هذه أظن كلكم صرتوا تعرفوها، سوينا بيها أكثر من وصفة، وريتكم هي في يومياتي، وصار لي فترة طويلة بأستخدم منتجات نخبة الجوف، جدا ممتازة. ومن منتجات نخبة الجوف أول منتج زيت زيتون بكر عصرة أولى من نخبة الجوف، حاصل على المركز الأول في المهرجان الدولي للزيتون. شوفوا شوفوا كيف ما شاء الله صفاء الزيت، تبارك الرحمن. الزيت بكر عصرة أولى على البارد، إنتاج الزيتون من أول مرحلة الزراعة، تربية الأشجار، وبعد كده مرحلة العصر، وإلى آخر مرحلة اللي هي التعبئة عشان توصلكم بهذا الشكل الجميل، بتكون تحت إشراف المالك الدكتور محمد بن شقير. وعند نخبة الجوف تلاقوا العسل، عسل سدر فاخر مفحوص مخبريا. شوفوا عسل سدر طبيعي 100%. ترى على فكرة هذه تاني مجموعة عندي، دقيقة خفت افتحها وانا ماسكتها. شوفوا حطيتها على الارض وفتحتها، مرة تجنن. ومن منتجاتهم زيتون مخلل وكمان زعتر بري فاخر، شايفين راح نستخدمها اليوم في وصفتنا ان شاء الله. راح ان شاء الله بعد ما نخلص وصفتنا اوريكم طريقة تصفح موقعهم. انا من يوم ما بديت اصور والى ما انتهي من الوصفة، شوفوا رابط موقعهم موجود مرفق في كل السنابات، لو رفعت الشاشة لفوق راح تروحي لموقعهم. التوصيل مجاني الى جميع مناطق المملكة، تخيلوا. وعندهم عروض باكج كبير وباكج صغير، راح احط لكم العروض ان شاء الله بعد السنابات هذه في صورة، كبتشروها عشان تستوعبوا العرض قد ايش جميل. لانه باكج زي كده هذا 4 لتر من زيت الزيتون، وكيلو من العسل، وكيلو من الزعتر، كان ب 640 وصار ب 499. وإلا ما يناسبوا العرض الباكج الكبير، في عندهم باكج اصغر 2 لتر من زيت الزيتون زائد نص كيلو من العسل ونص كيلو من الزعتر، كان ب 370 وصار ب 299. وفي عندهم خصم 10% في حال اتجاوز طلبكم مبلغ ال 500 ريال، وكود الخصم N10. استخدموا الكود في حال اتجاوز طلبكم ال 500 ريال. طيب نشوف مع بعض المقادير. راح نحتاج لدجاج مقطع لأرباع، يعني الأفضل صراحة يكون بالجلد عشان يحافظ على طراوته، وطبعا عملت شقوق في كل قطعة عشان يتشرب الخلطة اللي راح نعملها، الخلطة اليونانية. راح نحتاج لجبن فيتا كمية كويسة من زيت الزيتون ومن نخبة الجوف، هستخدم الزيتون المخلل من نخبة الجوف، شلت منه البذر أو النوى، تمام، وأخذت شوية من الفلفل اللي يجي معاه. وعندي هنا خل أبيض، عصير ليمون، بابريكا وملح، وبودرة فلفل أبيض، وممكن تستخدم الفلفل الأسود. عندي هنا توم، وراح نحتاج كمان لزيتون أسود اختياري، ممكن تكتفي بالزيتون الأخضر المخلل، وراح نحتاج لزيتون أسود كمان، أنا أفضل إضافة النوعين يطلع مرة لذيذ. ومع الوصفة والتوليفة اللذيذة هذه راح نضيف زعتر بري فاخر من نخبة الجوف. هذه ببساطة مقاديرنا. في محضرة الطعام راح نجهز التتبيلة، راح أضيف جبنة الفيتا، وأضيف الزيتون الأسود، الزيتون الأخضر المخلل من نخبة الجوف، خل أبيض، ثوم 4 فصوص، زعتر بري فاخر من نخبة الجوف، ملح وفلفل أبيض وبابريكا،
عصير ليمون وكمية كويسة من زيت الزيتون، بكر عصرة أولى من نخبة الجوف، راح أخلط كل المكونات مع بعض، نسحقها مرة تمام في محضرة الطعام. شوفوا الخلطة خلاص انطحنت وصارت جاهزة، راح أضيفها فوق الدجاج وأتبل الدجاج بيها. راح أتبل الدجاجة وأمسجها وأدعكها مرة تمام وأتركها في التتبيلة لمدة يوم كامل، ليلة كاملة. كده خلاص التتبيلة صارت جاهزة، راح أغطيها وأحتفظ بيها في الثلاجة ليلة كاملة، يوم كامل. حتى كمان تقدروا تخلوها إلى 48 ساعة، بس أنا ما حخليها غير ليلة كاملة. طيب بعد مرور ليلة كاملة راح ناخذ الدجاج اليوناني ونحطه في صينية وندخله الفرن. في الصينية حطيت ورق زبدة، مو ضروري بس يعني أفضل عشان لا يلتصق في الصينية. لكم أن تتخيلوا النكهات، جبنة وزيتون وزعتر، يعني ما أحكي لكم قد إيش حتعشقوا الصينية هذه. راح أدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 بالكثير 200. في البداية حخليها من تحت وبعد الاستواء أشغل عليها من فوق عشان تتحمر. يلا بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الصينية خرجتها من الفرن اتحمرت وصارت جاهزة، باقي دحين ادلعها في صحن التقديم. يلا بسم الله. عندي هنا صحن جهزت فيه سلطة، شوية من البطاطا الحلوة، بحط الدجاج فوق البطاطس الحلوة أو الجزر اليماني. طبعا البطاطس سويتها في القلاية الهوائية مع شوية سلطة خس، وحطوا مكونات السلطة اللي تعجبكم. أنا حطيت خس وذرة مع تتبيلة إيطالية. ورشة أخيرة من البقدونس أو الكزبرة زي ما تحبوا. وبكده صار عندنا ألذ دجاج يوناني مع منتجات نخبة الجوف. لا تفوتكم حقيقي الطبق ده، مرة مرة لذيذ، ومع منتجات نخبة الجوف، زيت زيتون الجوف وزعتر الجوف مع التوليفة الرهيبة هذه، طالع خرافي خرافي خرافي. راح أحط لكم طريقة التصفح من الموقع وطلب منتجات نخبة الجوف بعد السنابات هذه من يوم ما بديت الإعلان، وأنا مرفقة رابط المتجر، أرفع الشاشة لفوق وراح توصلي لمتجرهم، حوريكم كيف تطلبوا الباكيج الخطير هذا. خليني أوريكم قد إيه الدجاج طري. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا شوفوا كيف يتقطع معاكم بسهولة. طبعا قعد في الفرن ساعة وربع بالضبط، وبعدين حمرت الوش بقطعة كبيرة، نقسمها أقل. شفتوا كيف بسهولة بتتقطع بالشوكة؟ يا عيني يا عيني، تسلم الأيادي، وبالعافية علينا وعليكم مقدماً.